البحدين الرئوي المزمن. وحاضر بحدين الدكتور إقبال الصايم، طبيب مختص في الأمراض الصدرية والحساسية. إذا كان عندكم أسئلة في الموضوع ده مرحبا بتليفوناتكم على 31 380 ألف. ألو إيفام سبيسيال سانتي باي ميت بوينت إن. دكتور مرحبا بك بحدينا في إيفام. وبيك وبجمهورك. عايشك. الله يخليك. بي دكتور احنا اليوم باش نحكيو على التدخين والانسداد الرئوي المزمن. مشينا للشارع التونسي زميلتنا شيماء سالتهم حسب رايكم منيش يجي ديجا الانسداد الرئوي المزمن، شنو علاقه التدخين به، شنو ينجم يعمل للصحه العامه والا للجهاز التنفسي. نسمعوا شنو قالوا بعد نجاوبوا. الانسداد الرئوي حسب رايي انا يصير للعبيد اللي تمرض ياسر يا اما برونشيت يا اما غريب، حتى اقل هوي صغير مثلا الصباح يخرجوا بكري ولا حاجه اقل هوي ياثر فيهم. علاش ما يبراوش وعلاش ما تقعد تعاود الحكايه هذيا؟ جينيرالمون تلقاهم يا اما يتكيفوا برشا، يا اما البلاصه اللي يرقدوا فيها ولا اللي يقعدوا فيها تلقاها من الدير كلها نديب، دونك مش باش يبراو ياثر فيهم، اقل حاجه كما قلت لكم تاثر فيهم. حاجه واحده انا نحب ننصح بها العبيد اللي كيف، خاطر انا شفت معناتها من بابا توا قداش عندهم اللي يتكيف والكل، اقل حاجه تاثر فيه ورواريه تضرت برشا 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 سورتو مع الكورونا زدت كملت عليه. معناتها ايماجين انت معناتها كورونا ودخان شنو تنجم تعمل. ماذا بيا نتمنى من العباد اللي تتكيف تنقص من الدخان. انسداد الرئوي الاسباب نتاعو على بازي لونفيرونمون نتاعنا، المود في نتاعنا، عيشتنا. تلقى عباد تخدم في المعامل ولا تخدم دهانه ولا في القهاوي ولا حاجه ديما فما مثلا برودوي شيميك، تلقى الدخان، تلقى الغبره، وهذا الكل يروح للدار يلقى الدار وكل هندي. يعني ايماجين انت نيكوتين وكودرون وهذوكم الكل، ويبدا هو ماهوش كونسيون ماهوش واعي راهو لهذاك الكل، فما وحش معناها زادم عليه وما في بالوش ماهوش واعي بشيء هذا الكل. لان ما ننساوش الجهاز التنفسي، تنجم رويري تتمس وتتنفخ تولي لطفة ما كونسير تولي ديما كحة وعطسان. ما ننساوش زادا فما مشاكل في القلب تولي الجهاز التناسلي كسوا للرجل ولا للمرأة، هذوما كل شيء أثروا. سمعت درنيير مو اللي فما تبشوفي نرى حل مثلا من المخاطر متاع المواد السامة هذه ما يبسربيش برشا البدن. بيه كنا نسمع فيهم دكتور في غالب الميكرو تروتوار، حسيتك موافق شويه بلوز اوموا اللي تقال فيه. احنا بطبيعتنا باش نفسروه بالطرف ونحاولوا حتى الحاجات الغالطه بعد شوي اخر نصلحوها. ما هيت نحكي وساعه على هالدخان اللي فما برشا عبيد معناه مكتوب على الباك وبيدو اللي تدخين قاتل، وياك سال عبيد باقي مازالت تتكيف وشادة فيه صحيح وما هيش مسلمة فيه بختان اللي هو يضر لها في صحتها. هالدخان وهالسيجار وهدية شنو فيه باش يخلي العبد أسو بوان معناها مربوط بيه وما ينجمش يسلم فيه؟ ولا دونك لو تباجيزم اللي هو التدخين هو فيه مواد كثيرة 4000 مادة، منهم السيول أكسيد الكربون، فيه النيكوتين، فيه خاصة النيكوتين اللي هي اون دروغ وتخلينا ديبوندون، يعني ديما نحاولوا باش نرجعوا له باش نتكيفوا. ان 2019 سانتي بوبليك فرانس استيم يعني تقول اللي فما 32 من اللي عمرهم 18 حتى ال 75 يتكيفوا. الرجال في ال 35.3، النساء في 28.9. احنا في تونس النساء اقل وانما ماشيين ونزيدوا. فما 73,000 وفاة في 2014 في فرنسا، والسبب متاعها في العموم يعني في الغالب اون كوز ايفيتابل يعني نجم نتلافاها اللي هي التدخين. لو تيب دو سيجاريت دونك شنو هي نوعيه التكييف؟ فما سيجاريت اكثر حاجه سيجارو اللي نعرفوه سيجار الشيشه لا بيب، وفما حاجات اخرين اللي يقربوا وما يعطيوش لبرونشيت كرونيك يعطيو حاجات اخرين امراض رئويه اخرى كما النفة واللي هي الايتي ديكريت تري تري بيان في تونس، ومعناتها نجم نقولوا من الناس اللي حكيوا عليها الاوائل في تونس نذكروا سي محسن معالج عنده ما يعني بحث عليها وكذا. التويكه من حبيت نتعداو للبرونشيت كرونيك شنية هذه والانسداد في التنفس وكذا في المجاري الهواء. دونك قبل ما نتعداو دكتور للانسداد الرئوي المزمن اللي سميتهم هذوما دخان والشيشه والبيبا والنفة، اسكو الكلهم يعطيو فرد مدار ولا فما وحده تعطي مدار اكثر من غيرها؟ خاطر مثلا باغ اكزومبل بالنسبه للشيشه والبيب والسيجار والسيجاريت وكل يعطيو نفس المدار، ممكن سيجاريت خاطر فيها الكيغت هذاك فما بلوس ديدروكاربور وكل،
مضرة ممكن أكثر شوية، وإنما هذوما كلهم يمشيوا للبرونشيت كرونيك ويمشيوا للكونسير ويمشيوا للانسداد في عروق القلب ويمشيوا لكل. أما إحنا الموضوع نتاعنا سيرتو لبرونشيت كرونيك. أسكو نفس المضار اللي تجي من عند العبد اللي يتكيف وبيدو هي نفسها اللي تجي للعبد اللي يشم ولا يستنشق بلوزوموا في الدخان نتاع غيره اللي إحنا نسميها جينيرالمون بتدخين السلب؟ المضار تحصل للي عنده تباجيزم باسيف بيان سور أقل من الإنسان اللي يتكيف ديريكتومون، وانما المضار حاصله شفنا يعني كونسير برونشيك عند الناس اللي معناتها يزاملوا الانسان اللي يتكيف، شفنا صغيرات تضروا يعني ولا عندهم لازم وكل خاطر يقعدوا في اوساط فيها تدخين. دونك المضار حاصله وانما محقق انه يكونوا اقل من الناس اللي يتكيفوا. هو ساعات لي بارون تلقاهم يتكيفوا في يقول لك انا هاني نتكيف في الكوجينه مثلا وهما هم محطوطين في الصاله والدخان هذاك راه ما يخلط لهمش. اوكي هو ماهوش صحيح، يعني الدخان يقعد حتى في البلاصه اللي انت خرجت منها وكملت السيجارو نتاعك. يخلط صحيح. به يعطيك الصحة دكتور الله يخليك. به دونك نمشيو للانسداد الرئوي المزمن. فوالا الانسداد الرئوي دونك لي برونكوبنوموباتي كرونيك اوبستركتيف هما يعني اون باثولوجي مرض يعني بكثرة 5 يوصل حتى 10% او نيفو دو لا بوبولاسيون ادولت. رانا احنا هنا نحكيو على البرونشيت كرونيك اوبستركتيف اللي بضيق نفس اللي هي من الاول برونشيت كرونيك سامبل موجودة بكثرة. دونك هي التهابات مزمنة في القصبات وفي مجاري الهواء في الرئة. دونك هي في الغالب سببها التدخين. فما أسباب جانبية أخرين ينجموا زادا يكونوا معناتها هما سبب ويعاونوا على تكوين هالانسداد هذا، كما مثلا ليزانفيكسيون أو بازاج، كما مثلا بعض لي تراديسيون كيما الطابونه كيما الاندستري اللي تخرج يعني حاجات هكا المردومه زيد المردومه كذا، فهمت؟ دونك هذوما اسباب موجوده. فما نجمو نحكيو على اون انتيتي كي دون لونفيزام اللي هو بي بي سي او، هو بيدو نوع من يتبع البرونشيت كرونيك. فما ان ديفيسيت اون الفا ان تي تريبسين يعني ديفيسيت انزيماتيك اللي هي مرضى كما نقولوا كيف الوراثيه موجوده هذه، لكن حاجه قليله. الاساس نتاع الضرر في هو التدخين. التدخين هو اللي كون لابرونشيت كرونيك سورتو البي بي سي او. في اخر دكتور تنقولوا لهم كيفاش ينجموا يقيوا ريحهم، شنو العلاجات الممكنه للانسداد الرئوي المزمن؟ اما هيت نكملوا مع الانسداد الرئوي المزمن، كيفاش الدخان شنو يعمل في الرويري باش ينجم يتسبب في المرض هذا؟ في البدايه الالتهابات مزمنه بدون انسداد في القصبات، يعني التهاب فقط. المريض يتقه يبدا يتنخم معناتها حاشاكم يتبزق ومن صدره كذا، ويسعل في العام على الاقل 3 أشهر سنتين متتاليه. معناتها لي سامبتوم سون اون اكسبكتوراسيون بلوس اون تو، ويدوم 3 أشهر في كل عام عامين ورا بعضهم. هذه سي لا برونشيت كرونيك سامبل سي لو ستاد 1 ستاد 0 معناتها مازال ما بداش في ضيق النفس. في ستاد 1 هي تبدا الامور الجديه واللي تخوف. علاش احنا ماذا بينا وقت اللي الانسان يتكيف ويكثر له هكا الاعراض نتاع التنخم والسعال يوقف غادي. دونك بدايه الانسداد في مجاري الهواء سي سكون ابيل لو تي في او. دونك الي ان كومبليتمون ريفيرسيبل. دونك هذا المشكل نتاعو. دونك وقت اللي نعملوا احنا يجي هو باعراض يبدا يحاشاكي يتنخم ويبدا عنده ضيق نفس وكذا، نعملوا لاسبيرومتري لاكسبلوراسيون فونكسيونير ريسبيراتوار، نقيسوا له النفس نتاعو. النفس هذا نلقاوه فما ان انديس يتسمى الانديس دو تيفنو، في ام اس سور كاباسيتي فيتال فورسي، يعني من غير ما ندخلوا في يبدا انفيريور 70. اون كونفيرم لو تي في او اللي هو عنده اوبستركسيون اللي هو عنده ضيق نفس. هذيك الوحده اللي ينفخوا فيها تخرج 70 اذا كان 70 سكه فما مشكل. فوالا دونك من بعد فما اون ايفوليسيون اللي باش تصير سورتو وقت اللي الانسان ما يعالج وما ينحيش الدخان وكل، من ستاد زيرو باش يمشي ستاد 1 ومن بعد باش يمشي لستاد 2 موينمون سيفير، ستاد 3 سيفير، وستاد 4 تري سيفير. في ستاد 4 هذايا اللي هو فيه دي كومبليكاسيون وفيه تعقيدات كبيره وماذا بينا ما نوصلولوش، ماذا بينا العلاج، ماذا بينا البريفونسيون نحيو التدخين وكل، يولي قصر في التنفس، قصر في وظيفه الرئه. سي ان هانديكاب ريسبيراتوار. دونك
في ام اس سور كاباسيتي فيتال فورسي كما قلنا اقل من 70%، ولكن الفي ام اس اقل من 30% اللي هو الفوليوم اكسبيراتوار ماكسيموم سكوند، والبي او 2 لا بريسيون دو لوكسيجين في الدم نلقاوها تهبط من 55 ملم مركور. دونك هذا سي سكون ابل ان انسوفيزون ريسبيراتوار. وقتها يولي يلزم الاكسجين على طول. من الستاد زيرو حتى يكش الستاد 4 قداش تاخذ الوقت الحكايه؟ اسكو مربوطه بقداش يتكيف؟ ما فيهاش امور محدوده و... فما انسان تدهور حالته كما نقولوا في عامين، فما واحد 10 سنين كل واحد كيفاه. انت والتوكسيسيتي، انت والبريديسبوزيسيون، خاطر فما اشياء كل واحد ريتو كيفاه. علاش واحد يديفلوب اون برونشيت كرونيك وواحد ينديفلوب با و90% ومازال بلوز موان؟ بون الضرر ديما حاصل، اما كل واحد كيفاه. باهي فوالا. دونك اون بروبوز احنا زاده في الحالات هذوما من ستاد 1 فما علاج، يعني كيما لي برونكوديلاتاتور هذوما لي بيتا 2 ادرينرجيك، وهما في الغالب احنا نخيروا حاجات اللي يمشيو ديريكت في لي برونش لي سبراي وكل. دونك لي بيتا 2 ادرينرجيك، لي زانتيكولينرجيك في الغالب يكون دواء مطول باش يحسن المريض ديما، وحنا نحاولوا على نحكيوا في الاقلاع خاطر مهم ياسر يعاوننا. لي تريتمون ايبيزوديك وقت اللي يعمل لك سور انفيكسيون ويبدا عنده التهابات جرثوميه وكذا، سي سكون ابل دي اكزاسيرباسيون، وقت يتحير المريض ويتعب وساعات حتى يرقد في الكلينيك، نداويو بالانتيبيوتيك، نداويو بالكينيزي ثيرابي، فهمت؟ وبرشا علاجات اخرى. فما زاد الناس الكبار ويزم هذه قوس نفتحوه، اللي راو البرونشيت كرونيك ماهيش مرضى تمس الرئه فقط، سي اون مالادي كي توش لو سيستيم. الناس الكبار هذوما تلقاهم عندهم اتروفي ميسكولير، اون فراجيليتي، كي يجيو باش يمشيو يتعبوا تلقاهم دينيتري. دونك او في احنا فما هذه موجوده في الغرب وحتى توجدت شويه عندنا، سي سكون ابيل لي ريادابتاسيون، وقت اللي يخرج من ديكومبونساسيون نحطوه في دي سونتر اللي يعاونوه باش يستانس بالمشي من الاول جديد، باش يتغذى بالقدا، باش سي سكون ابيل لي سونتر دو ريادابتاسيون. هذوما زاد في العلاج مهمين جدا. باهي جوست قبل ما نوصلوا للعلاج دكتور، خاطر احنا جينيرالمون ما نمشيو للطبيب وما نتحركوا معناها ونفهموا ونفيقوا بخطوره الوضع نتاعنا كما يصيروا مضاعفات سيرتو في الدخان، وكنت حكيت انا وياك من بكري يمكن الغشه الوحيده في الدخان اللي ما يعطيكش الاضرار فيسع فيسع، معناها ياخذ وقته باش يعطيك الاضرار، وقت اللي صيه صارت الاضرار كبيره برشا تلقاها يا اما على الصحه العامه والا على الجهاز التنفسي، واكثر حاجه يمكن يتسبب فيها التدخين هو سرطان والناس كل تخاف منه. اسكو الانسداد الرئوي المزمن ينجم يولي سرطان نهار اخر وينجم يتسبب لنا في الوفاه والا لا؟ هما زوز امراض مختلفه. وانما السرطان هو سيتون كو موربيديتي، معناتها هو بيدو كل القصبات هذيك باثر التدخين وكل تنجم يتكون سرطان في الرئه. وفما قوس معناتها راهو سرطان الرئه اكثر سرطان متواجد. دونك هذه معناتها وفي اللي يكون موربيديتي ديما نفتحوا قوس، احنا ديما اللي يهمنا تويكا هو المشكل نتاع التنفس والبرونشيت كرونيك، اما راو حتى انسداد عروق القلب لانفراكتوس دو ميوكارد، اون بو افوار زاد لومبولي بلمونير سي ان فاكتور دو ريسك، لو تابا والوبيديتي وكل، وفما زاد دي كومبليكاسيون ينجموا يقعوا ويخليوا الانسان يوصل حتى للرينيماسيون ou la ventilation et puis حتى l'intubation sous machine ou quoi. فما زاد دي كومبليكاسيون اخرين كيما البنوموتوراكس، هو يدخل في الصفاق لكن لي بلابس هذوك في الانفيزام يترشقوا ويكونوا مشكله اللي يلزمها جراحه خفيفه، معناتها يلزمها اندران وكذا. دونك لي كومبليكاسيون سون مولتيبل، اما لو كونسير برونشيك هو سي اون انتيتي ابار، اللي كوزي بار لو تابا في الغالب. باهي ديما اهم حاجه في المشكله نتاع الدخان والاضرار نتاعو اللي لازم يسببها في الجهاز التنفسي، جينيرالمون الطبيب يقول لك اسمع ما عندوش دواء كان تنحي الدخان، والمشكله في التنحيه نتاع الدخان يكون يستصعبوها برشا عبيد والمدخنين، يقول لك انا عندي 20 سنه نتكيف، كيف بكويت في النهار، كيفاش باش نحي الادمان هذاك اللي عندي للسيجار، واصلا ديجا باش يقول في بينه قرارات نفسه اللي هو مدمن ديجا في حد ذاته عنده هو ليه الدخان حاجة عادية ما نجمش نوصفه انا على انه اساس ادمان، ما هو مدمن وكما قلنا الدخان ياخذ وقته باش يخليك مدمن ليه. اذا كان واحد يحب يبطل الدخان ويستحفظ على الصحة نتاعو
شنو ينجم يعمل؟ اسكو فما وسائل تنجم تعاونو؟ اسكو ينجم يبطل وحده ولا لا؟ كيفاش نجم نعاونو في النقطة هذه؟ وفي النقطة هذه فما برشا وسائل، فما الوسائل هذوما معناتها راهم وقتية باش يعاونوه في فترة، أما هو يزم يعمل على روحه. احنا كيما حكينا قبيلك العزيمة هي الأساس، حتى كان أنت باش تاخو حاجة تعوض النيكوتين متاع الدخان باش تخليك فترة، ومن بعد أنت تعمل على روحك في كل الحالات، فما لو باتش، فما الشامبيكس، فما لاكوبانكتور، فما برشا حاجات، وفما حتى لا سيجاريت الكترونيك ايتي يوتيليزي ايور في غراند بريطانيا وكل، وما يلزمها تتاخذ من عند مصادر موثوق بها، خاطر فما ساعات دسايس وكذا. انا سي فو بيرميتي نعطيك لا بريفونسيون دون سا جلوباليتي خير باش نفهموا الكل. دونك الوقايه عندنا الحملات الوطنيه، دونك لي كومباني ناسيونال دونك كونتر لو تابا سورتو شي لي جون، معناتها خاصه عند الشباب. دي سلوغان كيما اللي خرج قبل وخرجناه في السوسيتي دو بنمو في تونس، طفيه قبل ما يطفيك. دونك سي امبورطون كي يسمعها كل يوم الشاب ينجم يخدم معناتها مخه ويولي يقلع. دير او مالاد ماذا بينا وقت اللي المريض يجيك في العياده وكذا، il est essentiel de rappeler à chaque fois fumer c'est essentiel pour la santé. Ne pas fumer plutôt voilà. منع التدخين في المكان في الاماكن العموميه اللي هو فيه يعني قوانين وكذا واحنا ماناش نطبقوا فيه. لازم التونسي يغير تفكيره، لازم يعرف حريته تقف عند حريه الغير. ان بروغرام داسيستونس دي باسيون اللي هو يلزم يمس معناتها في المؤسسات وفي المجتمع. دونك كونساي براتيك سور لي ديفيرون ميثود افيكاس دو سوفراج، نفهموهم شنو هو الباتش، شنو هو النيكو باس، شنو هو الشامبيكس، شنو هو السيجاريت الكترونيك. اي اون ميليو بروفيسيونيل في الوسط المهني بروتيكسيون كوليكتيف اي انديفيدويل كونتر لي زيرو كونتامينون، معناتها اذا كان كما قال الاخ قبيليك قال فما بوليسيون فما ندا فما كذا، يلزم نحميو الناس هذوما. مثلا الخدام عنده يستعمل في جافيل وتخرج مثلا روائح مش باهيه وساليريت في 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 مجاري الهواء نتاعو كل، يعمل ماسك، يعمل حاجه دونك بروتيكسيون، ولا اسبيراتور يجبدك الروائح وكل المواد الكيميائيه، فهمت؟ دونك اي دي ميزور بور ريدوير سيت بوليسيون ولا لا بوليسيون ميم حتى اون دور دي فوايي دي معناتها دو لاندستري. دونك lutter contre le tabagisme passif aussi, c'est très important. Ne pas fumer en présence d'autres personnes, surtout les enfants. Lutter contre le tabagisme maternel, parce qu'il y a un risque de troubles respiratoires après la naissance. Il y a un retard de croissance. Voilà. Risque d'accouchement prématuré. Risque d'avortement. Et d'asthme chez l'enfant avec bronchite chronique. Donc, c'est un sujet d'actualité. La vaccination. Pour les BPCO surtout, هذوما اللي عندهم رشيد كرونيك، لا غريب، فاكسيناسيون كونتر لا غريب، كونتر لو بنوموكوك اللي تعمل كل خمس سنين، اي اكتويلمون لو كوفيد. فوالا، دونك هذوما اهم الاشياء في الوقايه. كان تحب نمر الوسائل شنو ما هما في الوقايه، فوالا، الوسائل التي تعين على الاقلاع دونك عن التدخين. Les moyens qui aident au sevrage, on a les substances nicotiniques ou les substituts nicotiniques. Le patch, le patch, il est mis sur le واحد. Malheureusement, on l'a utilisé et on a vu les résultats pas très bons. Le modèle le خير n'est pas présent dans le souk tunisien. Le nicopass, il est présent, halwa, nicotine. Voilà, il ne faut pas dépasser la dose nécessaire bon, aux environs de 8 ou 9. Quand مي ديما بطبيبك هو اللي يعطيك قداش تاخذ وكذا، فهمت؟ لو فاري كلينيل هذا شامبيكس بون إلا إيتي أن بو كريتيكي، هو خاطر ساعات يعمل شويه هلوسيناسيون واحد بون، ولاكوبانكتور كي إيتي ديكوفيرت هكا دي فاسون فورتويت
كانت تستعمل للالام تاع سينوزيت وكل ظهرت اللي فما انديغو بور التبا وطبعا سمعت ممكن استعمالها زاده. الارم الاخرانيه اللي باش نذكروها اللي هي توا معناتها سوجي داكتواليتي سي لا سيجاريت الكترونيك. سيجاريت الكترونيك دونك برودونس الحذر على خاطر سي ان برودوي كي ني ان برودوي دو تابا ني ان ميديكامون ني ان ديسبوزيتيف ميديكال دونك هو إلى مان دو كوميرس سي ان برودوي كوميرسيال مي تهذب وقت اللي معناتها دخلت شويه لي سوسيتي سافونت وعملوا نقد وكذا وممكن استعماله بور لو سوفراج. بون لانكونفينيون تاع اللي اصدر في السيجاريت الالكترونيك يا اون باثولوجي دونك سبيسيفيك يا اون لا فاغ دو بنوموباتي معناتها الامراض هذه لي بنوموباتي سيفير اللي وقعوا في الولايات المتحده في 2019 ليتي 2019 دونك لي سوبستانس انكريميني اللي تسببوا في لي بنوموباتي هذوما هما الكانابيس والاسيتات دو فيتامين او معناتها الدسيس دخلوهم في الـ في الـ في السيجاريت الالكترونيك يا يو 2807 بيرسون اتانت اي 68 ديسي دونك وصلت الموت ماهيش حاجه لعب به. فما دراسه اخرى انجليزيه جات بعد في 2020 تقول اذا كان اللي يشرف على السيجاريت الالكترونيك يعني دي جون سيريو فما دراسات انجليزيه اثبتت انه réduction des risques pour la santé donc خاطر انت باش تعطي سيجاريت الكترونيك مش كيما سيجارو فما برشا حاجات باش نحيهم اللي هي مضره meilleur résultat que les substances nicotiniques les substituts nicotiniques يعني الباتش والنيكوباس وكل تقول اللي هي نتائجها عطات اكثر شويه اكثر به ولكن مع كيفيه استعمال صحيحه دوري كورت ما يلزمش زاد تقعد تولي انت تكيف في هذاك السيجاريت الالكترونيك برودوي بينيفيسيون دي نورم افنور هذوما لي نورم نتاعهم اللي عطاهم كومبوزونت بيان ايدونتيفي بروبيلين غليكول غليسيرين نيكوتين دوزاج ادابتي على ديبوندونس يعني كل انسان قداش ديبوندون واحد ديبوندون شويه يتكيف خمسه سواقر والاخر يتكيف زوز باكوات فوالا اي لي زاروم يلزمهم زاد مدروسين وشنو ما وكذا خاطر زاد فما ريس دالرجي وكذا به اي اون بوتيك سبيسياليزي مش تشريه في السوق ولا تشريه في تحت الحيط وكذا هو ان انجلتير ديجا يتعطى بالاوردونونس اللي كي دونك مراقب واموره واضحه ويبعث فيك البلاصه المعينه اي مازال احنا ماهوش واضح بالكدا في لي ليتود انجليز هذه اللي خرجت 2020 يقولوا اللي بال لي سوبستيتو نيكوتينيك بالباتش وكل 9.9% أقلوا على التدخين. ألور كو بالسيجاريت الإلكترونيك وصلوا 18% اللي هو بريسك لو دوبل. بون حنا نقولوا أونتر بارونتيز خاطر أنا عندي قناعة خاصة وبرشا من الأخيان يقول لك أما أن سوفراج سبونتاني وتقنعه بسيكولوجيكمون باش ينحي وإلا بال 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 بالباتش ولا حاجات أخف. خاطر ديما راهو سي ديليكا هذوما اللي سيجاريت الكترونيك هما حتى في استعمالهم الانسان اذا كان يغلط ولا يحط ان سور دوزاج راهو في سي ريسكي. هو ديما الاستعمال المتوازن خلينا نقولوا احنا هو اللي يخلي الوسيله هذيك تحقق النجاعه نتاعها معناها هي ماهيش باش تعوض الدخان بالعكس مرحله معينه باش تنقص بها وتبطل بها الدخان على خاطر فيها كجستويل نتاع الدخان اللي هو صعيب برشا يمكن اكثر حاجه تبقى احلى من الكيف كي تقول له شنو هو مشكوت يقول لك الشده نتاع السيجار دونك هي تنحي له كشده وجستويل نتاع السيجار ومده معين مي السيجارات الالكترونيك يلزمها فهم كبير ويلزمها واحنا ما نحطوهاش في اول يعني الوسائل على خاطر مكلفه ولا خاطر فيها نوع من الخطوره دونك سورتو شي لي جون اللي عمرهم 20 و 18 و 30 سنه انا نقول لهم وحتى الليتراتور ميديكال تقول راهو اذا كان احسن حاجه هي العزيمه والقناعه لازم نقنعوكم اللي راهو مضر ويلزمكم تبطلوه. فما حاجه اخرى تقالت دكتور في الميكرو تروتوار اللي هي التبشفي واللي هي دارجه توا واللي هي تنجم تعاون انه واحد يبطل الدخان. انا في السفراج مراش علاش تباشوا فيه باش يبطلوا به ولكن المظهر
حسب البحوث الأخيرة تقول أقل ضرر. دونك شنو نقصده بالدخان المجفف اللي هو مازال ما تخلناش، فما هذه الـ FDA Food and Drug Administration أمريكان، هذه اللي كما نقولوا احنا حماية المستهلك في الماكلة وفي الدخان وفي كل أدوني une décision pour la commercialisation du tabac chauffé، يعني رخصت له باش يكون موجود في السوق selon le système de chauffage du tabac. وهذا السيستم دو شوفاج اللي يذكروه هما مع حسب التكنيك ايكوس. دونك سي ان برودوي ا ريسك موديفي، دونك ينقصوا في المدار نتاعو، و انت بارونتيز دونك سي سون كومبستيون، هاك الاحتراق هذاك واحد هو اللي يجيب لي برودوي شيميك، اقل مضار من الدخان العادي. Donc, il chauffe le tabac, mais ne le brûle pas. Donc, diminution de la composition chimique nocive. هذو هما المعطيات اللي عندنا. بون هو توجور يتي الوقت اللي باش يستعمل واحد اقل مضار سي بون ديما به، اما في اخر الامر راهو ديما نذكروكم الاقلاع احسن حاجه. باهي ان شاء الله يسمعوا الكلام. انا جي انا في ان فيمور جي فيمي بوندون 3 زون وبعد قصيت جي في سي دوبي 15 زون. باهي جاتني فرتيج ودنيا حفيلو ديما عندي التحنيح هكا فهمني، ومرت تعرف على الاثريه نتاع ديارنا في العاصمه معناتها ثمن دي برشا، ما نعرفش اللي هي تحنيحة في إيريديتير ولا من دي. باهي. مع هو ديما عندي التحنيحة هذه مقلقتني برشا، وساعات تجيني كالشرق. لطفا. معناتها نتنفس نورمال، ما عندي حتى وجهية، ما عندي حتى شيء، وقبل معناتها فوتناك الموضوع هذاك نتاع الدخان في بودرو ودخان فيه نيكوتين هذيك كلها مشيت على روحي. والحمد لله معناتها عملت تصور على صدري مره مشيت للدكتوره معناتها غير ما نسميه قصت لي عن قصه نفس 100% لبيت ما عندي حتى شيء حتى قلق. مشكلتي ديما نتنحنح ديما عندي معناتها عندي حاجه تنحنحها معناتها ديما كي ناكل ولا احل الشباك تاع الكهرباء ولا حاجه كذا كي فهمتني؟ ما مخلقتني برشا ما نعرفش شنو انا شنو لازم نعمل لها، قلت كنا نسال عادي بنتي ما تكيفش بنتي، اما عندها التحليح. قلت ما لكش معاش الناس قالوا لي معناتها التشخيص نتاع معناتها الاخوه اللي سبقوني في الاول معناتها على حكايه مو بعيد على الدخان وبعيد على الطولة ولا الجافيل ولي برودوي هذيك شيميك وكوسميتيك والدنيا كل بعيد عليها. ما جريت وصا بنتي هاجر الغالب عندي التحنيحة كتشدني تقلقني واحد قريب بروحه لطفي عليك يا سي المنصف لطفي عليك عارف شي جابك الطبيب فوالا مرحبا بك سي المنصف. شوف الاسباب تنجم تكون من حاجتين. بون انت انسان تكيفت اكثر من 30 سنه تنجم تخلف لك راه تنجم تخلي لك ما اون فراجيليتي برونشيك وتنجم كل تبديل طقس تتقلق. حاجه ثانيه زاده كي الفودري معناتها اكسبلوري تنجم تكون زاده انتيرا اليرجيك دو طون اللي انت تقول لي حتى البنوته هي بيدات عندها تحمحيمه وكذا. دونك هنا جو ما فوا با دو غرافيتي مي يفو كونسلتي يفو لازمك قياس نفس ولازمك معناتها صوره ولازم كذا ما فيها باس معناتها واحد سيرتو تكيف 33 سنه ما لازم خلفيات لازم تخلي ويزم تشوف زاد تنجم تكون زاد انتو دوريجين اليرجيك سباستيك اللي هي دائما معك. اما انا نتصور 33 سنه هذوك زاد يرم يخلفوا ديما فما امتي بروبليم هكا معناتها. باهي ان شاء الله بلطف عليك سي المنصف. نمشيو للقصرين معنا صالح. مرحبا بك سي صالح. وبيك يعيشك على السلامه هجور. مرحبا سيدي تفضل. تحيه ليك وللدكتوره معك. عايشك. بربي هجر انا كنت مكيف قبل كيف يمكن قريب 30 سنة وبطلت وعندي 7 سنين. اي قداش عمرك انت توا صالح؟ 56 توا. باهي اي. توا كي كيف حدايا عندي 7 سنين اللي بطلت عملت عملية من وقتها بطلت وقيت عندي 7 سنين ما تكيفش. لكن توا كي ريحة الدخان كي تكيف حدايا واحد ويلا حتى يبدا 10 متر وبعيد عليا ويتكيف. نحس بروحي شميتك الدخان نتخلق ما نعرفش كان فماش معناها وشنو زعما المخلفات نتاعو زعما فيها ضرر ولا المده اللي تكيفتها حبيت نسال الدكتور على الوضعيه هذه ويعطيك الصحه على البرنامج. يعيش تفضلي. بون المخلفات نتاع الدخان هذوك السنوات اللي تكيفتهم وكل فما اون ايتود دونجليز تقول اللي بعد 4 سنوات
من الاقلاع الانسان بريسك يرجع للبوبولاسيون جينيرال. ماهوش الناس كل متفقه فيها 30 و20 سنه دخان لازم باش تخلف شويه اما لاباس. وراو توا حتى البحوث الاخيره يقول لك حتى الانسان الكبير اللي عمره 98 سنه وقت اللي يبطل ديما باهي سي توجور بينيفيك ويكون ديما خير وكذا. بون سافوزيريت تبا سي نورمال راه كنا نتقلقوا كنا وقت اللي واحد يقرب مع جماعه يتكيف ولا حاجه باش يتقلق. دونك ماهيش غريبه هنا. بون انت اذا كان لو كونتاكت برك مع لو تباي قلقك اما اذا كان انت القلق يجيك زاده في بلاي سخرين اذا كان صدرك يخرخش اذا كان واحد وقتها يلزمك تشوف طبيب يعني صدريه وتشوف فماش حاجه اخرى فماش حساسيه فماش. اما ليريتاسيون تاع التبا سي نورمال معناتها عاديه هذيك اللي قلقك انت الدخان. حاول تبعد هذا حاول تبعد وكا هو على الناس يتكيفوا باش ما تتقلقش. عمل لهم كارتون روج كل واحد قول له فيه وباش ما تحاير لكش النعور خليه يقولوا واحد يلزم الناس فوالا يلزم الناس يعاوا ويحترموا الناس الاخرين يعرفوا اللي حريتهم تقف عند حريه الاخرين. ان شاء الله يسمعوا الكلام ان شاء الله باللطف عليك سي صالح. نمشيو لمرنيق معنا محسن. مرحبا بك محسن. وبيك اكثر على السلامه اختي وربي يعاونكم. مرحبا بالدكتور سايم وفامي سايم الكل. يعيشك. حتى المورنيك حتى سي محمد سايم الله يرحمه. يعيشك. مرحبا. بالنسبه لي انا عندي 48 سنه دخان. ايه. وصلت نتكيف حتى في زوز باكوات قال لي فوق كنت نشرب وكذا نشرب مع الدخان وشرب. بون عندي قريب خمس سنين اللي بطلت الشرب نتكيف. الحمد لله. في باك ونص ما بين باك ونص وزوز باكوات. باهي. كيف نكح تشدني الكحه لين جنابي تولي توجع فيا وديما عندي تنخيمه حتى كي نبدا راقد وعندي تبخيره. وان بليس انا نخدم في جيمي في معناها في ميكول وفي نخدم دهان ونخدم سبارتي. لكن التنخيمه هذيك حاشاكم وكيف نكح لين جنابي يولي يوجع فيا يولي يدقوا. قداش عمرك انت توا سي محسن؟ 60 60 سنه ما شاء الله. باهي ابشي جابك فوالا سي محسن مرحبا بيك. سكرك الراديو من غادي وسمعني كان من التليفون. دونك انت الدخان في حد ذاته هو معناتها تكون لك من برونشيت كرونيك وكي دوا تيتر اوبستركتيف خاطر انت تويكا وليت فما ضيق وفما قلق وفما تصفير. واحد حاجه ثانيه فما اون باثولوجي بروفيسيونيل زاد انا بيدي جي في ان اتيود سور لازم بروفيسيونيل الدهن والكول وهذوما كلهم يكونوا انازم بروفيسيونيل معناتها نوع من الحساسيه اللي هي تعطي الربو والربو هذا الحل فيه زاد الاقلاع ولكن هو واحد مهنته صعيب باش يبعد عليها. بون تستعمل وسائل حمايه ماسك تستعمل حاجات فهمت باش ما تتقلقش اكثر وماذا بيك زاد يفو كونسلتي ماذا بيك تشوف طبيب على خاطر باش تشخص اندرا انت وصلت للوبستركسيون وصلت ل يعني البرونشيت ولا توبستركتيف ولا بالانسداد فما ازم معاها ولا لا. دونك هذا الكل كي تشخص فما علاج وفما متابعه واكثر حاجه واكبر نصيحه ننصحك بها هو الاقلاع على التدخين خاطر التدخين باش يزيد يعكر لك حالتك فهمت وبعد هك تشوف ما حكينا اللي فما ناس توصل حتى تولي بالاكسجين. ان شاء الله بلطف عليك سي محسن. نمشيو للمستير معنا سندس. مرحبا بك سندس. على السلامة. على السلامة مرحبا. عايزك ربي نحكي للدكتور يعني راجلي عنده توا تريك 8 من بطل الدخان. لكن هو ديما عنده تنخيمة وعنده الكحة. باهي. ونحب نسأل يا ترى عنده علاقة بالشخير في الليل ولا على خاطر كيف قصد أنا حسيت بشخير ونقص في الليل. هو قد عمره سندس وقديش عنده يتكيف وقديش يتكيف؟ عنده 16 عام يتكيف وعمره 43. قد يتكيف من باكو في النهار؟ صار ما شفتش البيت نصور باكو في النهار. اوكي شنو علاقة المشاكل تاع الشخير؟ مشاكل الشخير مشكلة أخرى هذيك فما سكون أبيل لابني دو سوماي اللي هي مرض يجي في النوم ويجي الاكثر عند الناس اللي بالصحه و سي دي رونفلور لو سوار والان المشكل الخطير فيها هي الواحد ما ان شاء الله راجلك نجم يكون شخير هكاك عارضي وكهو اما يزيد يثبت خاطر اذا كان هو بالصحه اذا كان يشخر ياسر اذا كان ساعات تحسه يتقطع له النفس فما لابنيت سومي هذه فول اكسبلوري فما تخطيط يتعمل في النوم
ونشوفوا اذا كان عنده ابنيت سومي وقتها يولي علاج فيها. دونك هي خاطيه البرونشيت. البرونشيت نجم في الايامات اللي يبدا انفكتي اللي يبدا عنده انسداد شويه في النفس وكل تزيد تتضخم اكثر. اما حاجتين مختلفه فهمت، ولا والكحه نتاعو ضيق النفس والتخرخيش وكل هذاك كله تابع البرونشيت كرونيك نتاعو. والتدخين ما يزيدش ياثر على التخير ولا ابنيت سومي؟ ما عندوش اذا كان فما كيما قلت لك في لي بوسي وقت اللي يبدا عنده انسداد اكثر وكل ممكن تحس الشغير نتاعو اكثر. اما سي دو مالادي ديفيرونت، دونك لابني دو سومي اي لا برونشيت كرونيك، حاجتين مختلفه. هنا قصدي الدخين اسكو يزيد ياثر على ابني دو سومي ولا لا؟ ممكن ممكن في الابيزود دو سور انفيكسيون اللي يبدا هو تعب فيهم ممكن شويه، اما هما مرضيين خاطين معناتها سي اون في دو لابني اون في دو لابني. نمشيو لتونس معنا اميمه. مرحبا بك اميمه. عسلامة. مرحبا. تفضل. عايشك. عسلامة دكتور. عسلامة. عايشك. حبيت نسألك دكتور، بابا كان يتكيف عنده أكثر من 40 سنة و ديرنييرمون في ماي مرض بالكورونا ورجع فازا، مي ولك يخرج يمشي حتى ديستانس قصيرة شوية تشدو كيما الوجيعة في رواليه. حبيت نعرف اسكو عنده علاقة بالبروبليم هذا نتاع الانسداد الرئوي المزمن ولا لا؟ بون عسلامة. ينجم يكون الانسداد هو ما عندوش ضيق نفس. لا لا مي جوست هكا تشدو كل وجيعة. كل وجيعة. ما هي في الغالب في الغالب الانسداد مش وجيعة، هو في الأكثر ضيق نفس فهمت. لكن الوجيعة هذه فول اكسبلوري سابيت دوريجين كاردياك، تنجم تكون مشكل القلب وتنجم تكون زادة فما دي بتي مالاز هكا يجيو بعد الكوفيد اللي هما البوست كوفيد برشا برشا ناس يتقلقوا. اما يفول اكسبلوري يلزم يعمل صوره، اذا كان لازم يعمل سكانير على صدره فهمت، ويلزم يشوف طبيب قلب خاطر الوجيعه ديما اون دولور توراسيك يفو بونسي او كور، يعني بروبليم كورونيريان وكل فهمت. دونك معناها في اقرب فرصه يمشي في اقرب فرصه، علاش يقعد يتوجع ويقعد في الغسل بالغسرات؟ يلزم نشوفوا شنو هي المشكله. فول اكسبلوري ان شاء الله بلطف عليه، لازم تعمل له فحوصات وتشوفه. ان شاء الله بلطف عليه اميمه. نمشيو للمستير معنا محمد. مرحبا بك محمد. اهلا عسلامة. عسلامة سيدي مرحبا. انا حبيت نسال الدكتور انا المشكله نتاعي مش التكييف، المشكله نتاعي قصد نفسي اكثر في شيء. عملت انا تعرفت مؤخرا مرض الخبير ونصحوني برشا ناس باش نحي الدخان في قناه نظريه ومش نظريه اللي نحيه، لكن كي جات تجد السيجار وتشعل هذاك هو اللي قاعد مش نتاعي. باهي هو المرض وين جاك محمد؟ في رواريه؟ المعده. في المعده. باهي قداش عندك تتكيف محمد؟ 98. سامحني قداش؟ 98. 98. باهي ومن بعد قداش من باك وتتكيف؟ والله كنت صغير كنت مش حتى باكوات ما باك ومش حتى ما نكملوش. باهي سامحني انا ما سمعتش المرض بالضبط ايش قال. سرطان في المعده. المعده. بكتيريا هذيك عندك كومبليكاسيون. السؤال يعني اندرا عندوش علاقه مثلا؟ هو مازال نزلت الكيف محمد انت وقالوا لك بطل وانت ما حبيتش تبطل. والله وليت الكيف بالسرقه حتى على من روحي على خاطر امر نفسي اكثر منه. خاطر تو الطبيب اللي بشرني والدار وكل شيء قالوا لي بدك تبطل واحد لا كذاك ما نجمش نحيه تشعل السيجار ما نجمش نحاه. هو المنصوح به انك تنحي التدخين حتى راهو شوف راهو حتى اذا كان معناتها هو لي كونسير اللي هو ياثر فيهم التدخين اللي هو في الرئه وفي الفي سي وفي برشا، ولكن كل كونسير في البدن ينجم ياثر فيه وزيد انت معناتها التدخين هذا راهو تاثيره ديريكت على حتى المعده نتاعك، دونك ماذا بيك تقلع على التدخين. لا نفساني لا حتى شيء، النفساني هو انك تحافظ على صحتك وحتى على التنفس نتاعك وعلى كل شيء، ما دونك يفو ميو اريتي تفيمي. باهي هو محمد جبد على نقطة مهمة دكتور اللي هو الأمور النفسية والمساعدة يمكن النفسية في الإقلاع عن التدخين على خاطر مهمة برشا. قال لك أنا نتكيف بالسرقة على العائلة وقت اللي هو العائلة لازم نورمالمون تزيد تقف معاه باش هو يبطل الدخان هكا ولا ليه؟ لازم سوتيان بسيكولوجيك من العائلة ومن الناس الكل. بون أنت أثرت زادة مشكلة بون قلت النفسية وكذا، راهو الناس اللي أنا احنا نلقاو عند صعوبات معاهم الكل هما الناس اللي
نفسيتهم رقيقة، اللي عندهم ديبريسيون، اللي عندهم مرض كبير كيما هكا معناتها جاهم وشق واحد. دونك انا جو كونسي اذا كان تو ناريف با معناتها افير ان سوفراج تو سول، ما تنجمش تقلع على التدخين وحدك، شوف بسيكاتر طبيب نفساني على خاطر ينجم يعاونك. فهمت؟ فما ناس اللي ساعات كي يبداو هما نفسيتهم رقيقه ياسر ويبداو مرضى نفسيا وكل شيء، كيف في بطل الدخان ممكن يتفرعس. وكي يبدا معاه لو سوتيان تاع البسيكاتر ينجم يخرج منها. يفهموا كيفاه وشنو هما لي بروسيدور اللي يعملهم وكذا. فهمت؟ باهي. والعائله؟ العائله هذيك زاد كيف كيف، مال البسيكاتر بيدو باش يحكي معاهم باش يحاول يفسر لهم. اي فوالا. دونك ما هو هنا زاد يكون صريح اكثر مع العائله، خاطر هو تو يتكيف بالسرقه ويتكيف كذا، يكون صريح، يكون صريح. اما شوف هي سيتون باتاي يفو لا موني، معناتها هي معركه يلزم ندخلوا فيها. اذا كان احنا باش نقعدوا عليها لا غالب ضعفت وما نجمش واحد وكل مشكله سي تان بروبليم. باهي يعطيك الصحة دكتور، إن شاء الله يسمع لك كلام سي محمد وإن شاء الله باللطف عليه وإن شاء الله ربي يلطف به. نمشيو لتونس، معنا خالد. مرحبا بك خالد. وي أحسن أختي، أحسن الدكتور. تفضل. عندي سؤال للدكتور. الدكتور عندي كحة وتدني ساعات في الليل أكثر، وحشاك عندي بلم أبيض ساعات صدري هكا نحس معاه يزفر شوية. جيت في دي زونتيبيوتيك من وحدي مرات لا غير ما نسميه سي خالد، ديجا التصرف نتاع الانتيبيوتيك وحدك ديجا غلط، وتكمل تزيد تعطيولي هنا في اللونتين غلط اكثر واكثر. باهي كمل. مانيش نعرف فيه شهر. ليه ما تحكيش على الدويات، ما عنديش الحق، فما قانون ما عنديش الحق نحكي على الدويات. سامحني دواج مسكيس. تفضل. انت كيف ولا لا؟ نعم. تتكيف ولا؟ بالطبع نتكيف دكتور، نتكيف. عندي 45 سنه وانا نتكيف. تقريبا باكو في النهار ان بو بلوس، والحاله هذه تقريبا عندها شهر ونص شهرين ماكسيموم. ما مشيتش فيهم للطبيب الشهر هذوما شهر ونص؟ لا ما مشيتش. باهي. جو بروسيد لوتو ميديكاسيون، سامحني هاكا سون نومي لي ميديكامون. باهي بربي فاصل معاك دكتور، زيد تفسر لهم الانتيبيوتيك ما يتاخذش وحده هكاك، ولوتو ميديكاسيون غلطه جمله تنغلط. اي خاطر احنا انت هنا باش تغلط روحك، وتنجم تكون عندك اون افيكسيون باديه باش فوزالي لا ماسكي، فهمت؟ وتنجم حالتك تتعكر اكثر. مي فو ميو الانتيبيوتيك فو ليفيتي. انت شوف باش تاخذ انونتالجيك دواء وجيعه دولي بران ولا حسيلو دواء اللي هو باراسيتامول ولا غيره تتعدى، باش تاخذ ديغوت هكا ان بو فيزيول في خشمك تتعدى. اما الانتيبيوتيك خليه للطبيب، على خاطر راه مش خاطر الطبيب يلزمه يخدم بركه، يلزمك انت تكون بيان بري اون شارج. فهمت؟ ما نحصلوش في حالات معقده. بون نرجعوا للتصفير اللي كثر عليك والتخرخيش والضبطه وكذا، هنا ممكن انت توا في المرحله نتاع الاوبستركسيون هذه نتاع ضيق النفس اللي جاي من البرونشيت كرونيك. يلزمك تعمل تشخيص خويا العزيز، لازم فهمت الطبيب يشخص ويقول اللي انت عندك برونشيت كرونيك، يعطيك الدواء اللازم. وكيما قلت انا من الاول قلت لك راهو اكثر من 50% من العلاج هو الاقلاع على التدخين. يعاونك هو الطبيب، ينجم يعاونك على الاقلاع. فهمت؟ ما تقعدش حاير، علاش تقعد حاير وانت هاك خذيت مره دواء ومره خذيت. لا جوبونسي اللي هو عامل تام بيان. اي خير ولا. انا طونجي. ويعملك تصويره نشوفوا شنو احوال الوريد. اكيد معناتها 1000% للدخان تسير. وكاو ما حبيت نعرف ماشي. امكانيه اخرى بس القلاع على الدخان، توا عمري 70 سنه دكتور. ديما باهي. 75 سنه نتكيف، جوبونس حتى الدم نتاعي تخلط. لا تخلط لا شيء، هذه انت علا تلقاها باش تكمل تكيف. شوف 75 سنه ساعه سوني بلو فيو توا. 70 سنه فما ناس تعمل فوتينغ، فما ناس تعمل في المارش كل يوم لاباس عليهم. اما مع التدخين تزيد تكبر روحك. نحيه انت الدخان هذا، فهمت؟ وراو ديما راو كل نهار تنحيه ديما خير، تحس وجهك ولا دار فيه الدم وصحتك خير، وتقول يا ريتني بطلت قبل. دونك يفو اريتي. ان شاء الله يسمع لك. تعرف اش قال تتفكروش شو اسمه ويل برينر؟ تعرفوا ويل برينر هذاك اللي يعمل لي فيلم كوبوي وكل؟ نسيت نقولوا في ساعه مشاكل. اي خاطر قال فات سكو فولي مي نو فومي با. دونت سموك. ما تتكيفوش. السيد هذا إلى سوفير 22 ans d'un cancer bronchique. Voilà.
دونك اقلع خيلك. باهي ان شاء الله يسمع لك. ليه نمشيو لبيجا معنا سي مراد. مرحبا بك سي مراد. الو. مرحبا دكتور. الو نسمع فيك. مرحبا اخويا. شنو لاباس؟ يعيشك بيك. دكتور انا نتكيف في باكو في النهار. ساعات نبط 3 أشهر وبعد نتكيف. شنو هي اللي رجع لي ليه؟ اي. يقولوا لي خارجي هاك نمشي في هجرك. شنو اللي رجعك ليه؟ شنو اللي رجعك ليه خويا؟ يقولوا يجرى عليك صاحب المشوم هذاك الكونتري. شنو هي؟ ما فهمناكش خويا العزيز. قلت لك نبطلوا لا 3 أشهر. اي. نقعد 3 أشهر ما نتكيفش. اي. نقعد مع صحابي. يقولوا لي راهو بعد يفتل لي سلك صاحب المشوم يجري عليا. هذاك المرض الخايب. اي. نرجع نتكيف نزيد نبطل يعني بين حرج منا ومنا نتكيف ونبطل نتكيف ونبطل. ومش ميت اللي نحب ابدا نحب نقلع منه مره واحده نحب نخرج منه. صحيح. على دراهي صحيحه ولا لا؟ اي شوف صحيح. تسمع انت عندك حاجه باهيه وهذه حكينا فيها أي. قبيله مع مدام هاجر لي ريسيديفيست معناتها الناس اللي يحاولوا فما ان كومبا فما انت تقعد تحاول ولكن ديما ترجع. نحاولوا احنا باش نحيوه جمله واحده اما انت المثابره نتاعك اللي كل مره تحاول يلزم المره هذه تنحيه وترتاح منه جمله واحده. ما الوسيله فما الوسائل هذوما نتاع النيكوباس وكذا ما يتعاملوا كان بالطبيب على خاطر راهو كيما حكي اجا نحكي اسمعني لاكومبانيومون اش معناتها لاكومبانيومون هو المرافقه نتاع الطبيب. وقت اللي يشوفك الطبيب توا ويشوفك بعد 15 يوم فما ان كونترا مورال فما كيما يعني انت اتفاق مع الطبيب هذاك توا تقول انا باش نمشي للراجل بعد 15 يوم ولا شهر عيب توا انا باش نمشي له وانا كيفت تولي انت تلتزم ما تكيفش. دونك انا ننصحك انت ما نجحتش هكاك حاول تشوف طبيبك وتتبع معاه باش يعاونك باش يعاونك يعني نفسيا ولا يعاونك حتى بالنيكوتين يعني نيكوباس ولا بالباتش ولا سيبستيتيون نيكوتينيك. فهمت؟ باهي يعطيك صحة دكتور. اما يلزمك تبطل ان شاء الله يبطلوا دخان ان شاء الله الناس الكل يبطلوا دخان خاطر التدخين مضر 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 بالصحة. يعطيك صحة دكتور. كان بحدنا الدكتور اقبال الصايم طبيب مختص بالامراض الصدرية والحساسية.